تحديدا مباراة الاتحاد والرائد، وبها نسأل وائل: الاتحاد من مباراة إلى أخرى يكسب ثقة أكبر من جماهيره ويقدم لنا نجوم، مرة هارون كامارا ومرة روما ومرة كورنادو ومرة عبد الرزاق وزكريا وساوي، يعني واضح المنظومة. يوم غد أمام الرائد شو ممكن يصير؟ هذا برغم الغيابات والنقص اللي بيعاني فيه المدرب نونو سانتو يعني منذ بداية الموسم، يمكن مباراتين أو ثلاثة اللي اكتمل فيها الفريق. يعني أنت تخيل طول الأسبوع الماضي لم يشارك زكريا أو عبد الرزاق حمد الله في التدريبات إلى تدريبات اليوم، شكوك كبيرة حول مشاركتهم في تدريب يعني في مباراة الغد. لا تنسى أنه حمد الله غايب للإيقاف، كذلك إصابة اللاعب الشاب اللي نتمنى له السلامة أكيد مهند شنقيطي. يعني في إشكاليات وفي غيابات في الفريق، لكن شكل الفريق ما زال ثابت داخل أرض الملعب. هذا دليل أنه في عمل مدرب، في استراتيجية واضحة يقوم فيها جميع اللاعبين سواء الأساسيين أو البدلاء. مباراة الغد بكل تأكيد ما في مباراة في الدوري سهلة، على الورق الاتحاد أفضل بكل تأكيد، وفوارق كبيرة جدا بين الاتحاد والرائد، خصوصا كيف الاتحاد عالي في الفترة الأخيرة ومن انتصار إلى آخر. لكن مثل هذه المباريات من الصعب أنك تحكم لنتيجتها. الاتحاد هو الأقرب لعدة عوامل: فنيا عمل مدرب واضح، عامل الأرض والجماهير الكبيرة اللي يعني تجاوزت عدد مبيعات التذاكر 30,000 إلى هذه اللحظات. بكل تأكيد الاتحاد هو يعني لديه هدف وهو مواصلة الصدارة، بس زي ما قلت لك عبد الله من الصعب انك تحكم لنتيجه مباريات في الدوري. دائما ليس الافضل هو من يكسب، او دائما المباراه تكون على ارضك انك انت شرط انك تكسبها. كثير من المباريات كانت النتائج غير متوقعه. في ظل غيابات لم يتاثر الاتحاد بكل امانه، هذه نقطه تحسب للمدرب. في كثير من المباريات بيغيب مثلا عنصر او عنصرين مهمين وعناصر اساسيه، لكن شكل الفريق واللاعب البديل بيكون في الموعد.